انه في خبر عاجل معانا عن حريق وقع في قريه الرشده في محافظه الوادي الجديد. عايزين نعرف التفاصيل لانه طبعا انطلقت يعني اقاويل كثيره جدا عن حجم واسباب هذا الحريق. خلونا ناخد هاتفيا السيده حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد. اهلا بحضرتك يا فندم. طمنينا يا فندم، يعني ايه حقيقه وقوع حريق في قريه الرشده في المحافظه؟ حجمه قد ايه الحريق؟ سمعنا انه في كلام كتير مع عربيات اطفاء كثيره. اتفضلي يا فندم. تمام. هو الحريق بدا الساعه كانت 5:30 عصرا للمزارع النخيل والمزارع الخضراء اللي هي بتحوط القريه. الآن الحمد لله إحنا مسيطرين على الوضع، ما فيش أي خسائر في الأرواح، لكن هي الحريق لا زال مستمر لأنه كبير جدا. قوات الحماية المدنية موجودة، إن شاء الله في دعم جاي لنا من محافظات المجاورة أسيوط وسوهاج في الطريق حاليا، وكمان القوات المسلحة تفضلت وبعت 4 طيارات إن شاء الله هيكونوا موجودين معانا كمان صباحا. الحالات ما فيش عندنا الى الان لحد اللحظه دي هم 6 حالات فقط اختناق، وبيتعالجوا في القريه الصحيه الموجوده في الوحده الصحيه الموجوده في القريه نفسها، مش الحالات ما نقلناهاش لاي مستشفى مركزي. 3 منهم خرجوا، فاضل 3 من الحمايه المدنيه حالاتهم مستقره في متابعه ليهم. بس الى الان الوضع تحت المستقر وتحت السيطره ان شاء الله. طيب مزارع النخيل دي يا فندم، هل الطبيعي ان بيحدث فيها حريق ولا ايه اسباب الحريق حتى الان؟ الى الان غير معروف. تحقيقات جاريه لكن الى الان غير معروف. ما فيش لسه اي تقارير اوليه طلعت باي احتمالات مثلا اسباب وقوع الحريق؟ لسه لازال البحث قائم. وزي ما حضرتك ذكرتي انه ما فيش الحمد لله خسائر في الارواح، في 6 حالات الحمد لله، وده اللي يهمنا دلوقتي. يعني حتى سياده المحافظ اللي هو محمد الزملوط بيؤكد على ده دائما، يعني حتى واحنا بالاسكان بيتم اخلاؤهم بياخدوا معاهم الانابيب الغاز وهم خارجين، واهم حاجه بيقول لهم ما فيش اي خسائر ماديه هتتعوض، اهم حاجه سلامه الارواح طبعاً. عندنا دلوقتي طبعا الحمد لله احنا للان الوضع مستقر وما عندناش اي خسائر الحمد لله. والست حالات اختناق ما فيش فيهم حالات حرجه الحمد لله؟ لا لا خالص. 3 خرجوا والثلاثه التانيين من الحمايه المدنيه وحالاتهم مستقره وفي متابعه ليهم. طب الحمد وفي الوحده الصحيه للقريه. الحمد لله. احنا بنطمن يعني وبنطمن اهالينا كلهم هنا في الوادي الجديد كمان. تمام. انا بشكرك لانه طبعا حضرتك عارفه الساعه اللي فاتت دي على السوشيال ميديا انطلق كلام كتير جدا سواء عن حجم الحريق او لا قدر الله عن اصابات. لا هو الوضع تحت السيطرة والحريق على امتداد 60 فدان إلى الآن. طيب يا فندم أنا بشكرك جزيل الشكر، هنتابع معاكي لو في جديد وإحنا لسه على الهوا، وأعتقد أكيد طبعا التقارير إن شاء الله هتصدر قريبا بقى ونعرف إيه أسباب هذا الحريق. السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.